أخبار اليوم. أخبار اليوم تنفرد بالأجهزة الحديثة لتأمين محطة مصر. تشديدات أمنية مكثفة بمحطة مصر من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المحطة بمناسبة موسم أجازات عيد الأضحى، حيث تمركزت كاميرات مراقبة داخل الصالة الرئيسية، ووضعت البوابات الإلكترونية على المداخل الرئيسية للمحطة والدفع بالكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات. وقامت قوات الأمن المتواجدة على البوابات الرئيسية بوضع شاشات عرض إلكترونية تظهر ما بداخل حقائب المواطنين أثناء دخولهم المحطة للكشف عن الأدوات الصلبة التي يشتبه أن بها ذخائر أو مواد مفرقعة، وعلى الفور يتم تفتيشها للتأكد ما بداخلها. ووجهت قوات الأمن رسالة طمأنينة للشعب المصري، وذلك بتكثيف قوات الأمن من تواجدها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. مصطفى مهران، مدير محطة مصر. بس عايزين يا فندم تكلمنا حضرتك عن التجهيزات الأمنية اللي بتقوم بها المحطة بالنسبة أو الهيئة في عيد الأضحى المبارك يا فندم. كل سنة وانتم طيبين بعيد الأضحى المبارك، والحمد لله بسلامتكم في محطة مصر. كما يتلاحظ ليك انت لما جيت دخلت محطة مصر من على الأبواب هتلقى في أجهزة الشرطة واقفة بالكامل، ما بين مخبرين سريين، ما بين ضباط، وما بين أجهزة كشف المعادن. الناحية الأمنية داخل المحطة من بمجرد دخولك المحطة وعلى الأرصفة وداخل القطارات، ودي خطة أمنية تتبع قضاء محطة مصر بقيادة مأمور محطة القاهرة. دي من ناحية الشرطة. من ناحية السكة الحديد، قيادات السكة الحديد متواجدة خلال 24 بمحطة القاهرة، خدمة إدارة خدمة العملاء، إدارة خدمة المبيعات، المفتشين، وإدارة محطة القاهرة بقيادتها متواجدين خلال 24 ساعة. رحلات السفر الزيادة تم تشغيلها ابتداء من يوم 28 الماضي، وشغالين ب 16 قطار زيادة عشان ضغط ركاب المحطة. 16 قطار زيادة من يوم 28 إلى الوجهة القبلي لفض الاشتباك وعدم وفض الازدحام بمحطة القاهرة. على مدار 24 ساعة فندم؟ خلال 24 ساعة متواجدين، وأول قطار بيقوم الساعة 9:15 صباحا. النهاية آخر قطار؟ آخر قطار الساعة 12:45، غير القطارات المعتادة اليومية اللي هو آخر قطار بيقوم عند 934 الساعة 1 بالليل، وبعد كده بنبدأ اليوم الجديد بقطر الصحافة اللي بيبدأ الساعة 3 الصبح. حضرتك شايف ان الإقبال، فيه إقبال بالنسبة لعملية السفر ولا لسه خلال اليومين الجايين؟ لحد النهاردة تشغيل محطة القاهرة عادي جدا، بس جميع قطارات المكيفة حجز 100%. طب عايزين رسالة طمأنينة بالنسبة للشعب المصري في العيد، وبالنسبة للأمن وتواجد الأمن. نقول للشعب المصري اللي هو أنا منهم وإحنا كلنا منهم، وللصعايدة كل عام وأنتم بخير ورحلة سفر سعيدة بمحطة القاهرة، وبنطلب منهم اتباع تعليمات السكة الحديد وتعليمات الشرطة، وما يزعلوش قوي لما بيحدث تفتيش على الأبواب من جهة الشرطة، ده لأمان الراكب، والتفتيش داخل القطارات لأمان الراكب ولأمان ممتلكات الهيئة. وفي حالة وجود أي مشكلة في خدمة العملاء موجودة خلال 24 ساعة بصالة محطة مصر وعلى أرصفة محطة مصر مع إدارة القاهرة، معاونة للراكب للوصول بسلام، وخاصة تواجد مفتشي المباحث ورؤساء المباحث بقيادة العقيد حسام موجودين على الأرصفة، ورئيس مباحث محطة القاهرة المقدم يحيى موجود، مفيش حد، كلنا شغالين لتحت أمر الراكب، وبنقول له كل سنة وانت طيب، الحمد لله بالسلامة محطة مصر. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. العفو يا فندم.